السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين من كل مكان وزمان، نرحب بكم في قناتنا المتواضعة، ونرجو من الله عز وجل أن تنال على إعجابكم. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ ويجب علينا التنبيه إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن تراعيها أثناء مشاهدتك لقناتنا. التنبيه الأول، أخي الكريم، لا تلهك المشاهدة عن ذكر الله عز وجل، فما بالك من أداء الصلاة فلا تؤخرها عن ميقاتها. التنبيه الثاني، عزيز المشاهد، إن ما تشاهده من محتوى منهوى أو مانجا أو حتى إنمي ما هو إلا من خيال مؤلف لا يمت للواقع بصلة، وخاصة الأمور العقائدية. هؤلاء الغرب لا يعظمون دينهم كما نفعل نحن، فانتبه أن يتشرب قلبك من هذه المعتقدات، فكن ذكيا. التنبيه الثالث، أخي الفاضل، نحن نبذل مجهود ضخم خلف الشاشة التي تشاهدنا من خلالها حتى يصل إليك المحتوى بهذا الشكل، لذلك لا تبخل علينا بعمل اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو، وأيضا مشاركتنا رأيك في التعليقات، فهذا يهمنا للتقدم للأمام إن شاء الله. وآخر شيء، حتى لا أطيل عليكم أكثر من هذا، لا تنسى ذكر الله عز وجل وأن تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. وبنشوف جين مو وصل الى هذه المجزرة وينظر الى اشلاء الجثث الملقى بجانب، وبيقول في نفسه، هؤلاء الرجال انهم الاشباح القرمزية من السابق، انتظر جثث المدنيين العاديين مختلطين مع الاشباح القرمزية. وبنشوف علامات دهشة والصدمة على وجه جين مو، وفي اقل من لحظة بينطلق بسرعة مرعبة من المكان، وبنشوف مو جونه وهو غارق في صدمة من هول المنظر الذي يراه. وبينتقل بنا المشهد الى الجنرال ايم، وبنشوف هو بيقول في نفسه وعلى وجه استياء شديد، من اجل قفازة الحراشف الفضية، هل انا بحاجة حقا الى اتباع سيدي الى هذا المكان؟ منذ ان استقر في مقاطعة يونام وسيدي الذي وثقت به قد تغير تماما، لقد كان عنيفا دائما لكنه لم يكن بهذا السوء ابدا. ما هذا؟ ما الذي يجب علي فعله من الان فصاعدا؟ اردت بعض الوقت لافكر مع نفسي، هذا هو السبب في انني قبلت بهدوء امر حماية عائلة تانك في رحلتهم الى مدينة الياشا، لكن على هذا المنوال الى ماذا سيؤول مستقبلي في طائفة القبضات المحطمة؟ فجأة بيدخل عليه احد اتباعه وهو مسرع جدا، ويبدأ بصرخ بيقول، ايها الكبير، بعض فناني الدفاع عن النفس الغير معروفين يعيشون فسادا في مدينة الياشا. بالفعل بيخرج اللورد ام وبينظر الى المدينة وبيكون مصدوم جدا وبيقول، ما هذا؟ من يكون بحق الجحيم؟ وفجأة بيبدأ بصرخ بيقول، حتى ولو كلفك ذلك حياتك افعل كل ما يلزم لحماية حياة عائلة تان، انا ساتعامل مع هؤلاء الاوغاد. بالفعل ينطلق مسرعا اليه مرورا وسط اجلاء تلك الجثث الميتة، وبينظر اليهم وهو على وجهه علامة الصدمة وبيقول، ما هذا؟ لن اغفر لهم ابدا. وبالفعل يصل الى احد الاشخاص وهو يخطف المدنيين، وبنشوف اللورد ام ويفعل تقنية قبضات الحاكم السمانية، وبيتوجه باتجاهه وبيقول، اوقف افعالك في الحال. في اقل من لحظة بيستخدم تنوير راحة اليد التنين الفضي، وبيهجم عليه هجوم ساحق بالكامل، وبالفعل بيصيبه بشكل مباشر وبيمسك به بعد ان غرق في دمائه جراء تلك الهجمه. وبينظر اليه وبيقول له، ما هي هويتك؟ وفجاه بيصعق الجنرال ام وبيقول، انتظر لحظه. وبنشوف هذا الشخص وهو في وضع صعب جدا وبيقول له، ماذا؟ اليس انت الكبير ام؟ فبينظر الى الجنرال ام وبيقول، الست جان او من العرافين؟ ما الذي تفعله هنا بحق الجحيم؟ فبيرد عليه جان، لقد امرنا من قبل سيدنا بكل ذلك. فبيصدم جدا الجنرال ام من هذا الكلام وبيقول، ماذا؟ سيدنا؟ اذا قتل هؤلاء هي إرادة سيدنا؟ فبيرد عليه هذا الشخص وبيقول، لقد حددنا مكان هؤلاء الأوغاد أخيرا، هذا هو السبب في أن سيدنا أمرنا بإبادة هؤلاء الناس تماما، وهذا لأن هؤلاء الأوغاد تنكروا في زي شعب مدينة اليشم. فينشوف الجنرال إم واستشط غضبا من هذا الكلام وبيقول، حتى لو كان هذا هو الحال، سواء كانوا مدنيين عاديين أو أعداء متنكرين، كيف يمكنكم يا رفاق قتلهم جميعا دون التحقق حتى؟ فبيرد على هذا الشخص وبيقول، بينما كنا نلاحق هؤلاء الأوغاد هاجمنا رجل مسن فجأة، لم يكن هذا كل شيء كما ساعدته مربية كانت تحمل طفلا على ظهرها، ماذا يفترض أن نفعل غير ذلك؟ ليس لدينا الرفاهية لمعرفة من هو من، إذا كنت لا تصدق يمكنك الذهاب لرؤية هذا بنفسك، ولهذا حتى لا تعاني الطائفة القبضات المحطمة مجددا، أمرنا بقتل كل من نراه في مدينة اليشم. وبنشوف الجنرال إم وهو يوجه إليه ضربة قوية جدا تفقده الوعي في أقل من لحظة، وبيمسك بيه وبيقول مستاء جدا،
الآن. لقد فهمت الآن، كل هذا بسبب عدم كفاءة الرتب العليا. أنتم أيها الرجال من العرافين ليس بمقدوركم فعل أي شيء، فلتنام فقط الآن. وبينظر إلى الجسس وبيقول في نفسه: لا جو جيون وو، إلى أي مدى تخطط للذهاب أيها الوغد القاتل؟ هل كل هذا هنا هي إرادتك بالفعل؟ وبنشوف مجموعة من العرافين وهم يحيطون بأحد المدنيين، وبيشوف هذا الرجل ويصرخ وسطهم وبيقول: أتوسل إليك، أنقذني، أنا حقا لم أفعل أي شيء خاطئ، أرجو. فبيرد عليه: توقف عن الكذب، في مدينة اليشم عند جميع عدو باعتبارنا عرافين طائفة القبضات المحطمة، سوف أعدمك الآن. وبيشوف هذا الرجل وهو يصرخ بينهم وبيقول: أنا حقا لم أكن أعرف أن هؤلاء الناس كانوا يعيشون بيننا، أرجوك اعتق حياتي. وفجأة بتظهر هجمة قوية جدا من العدم تلقي بهم بعيدا في أقل من لحظة. بنشوف رمح قوي جدا موجه لهم، ويبدأ صاحبه بالضحك الشديد وبيقول: حتى لو كنا نحن من بدأ هذه الفوضى، أنتم يا رفاق أخذتموها إلى مستوى جديد كليا، شكرا على قيامكم بعملي، أنتم يا رفاق حقا حفنا من الأوغاد المجانين. وبنتفاجأ أن الذي يتكلم هو نام جون وين، قائد الأشباح القرمزي. وبينظر إليهم وبيقول: ولكن كما ترون، عندما يكون كلانا أوغاد مجانين، لماذا تكون أنتم من يقرر من الذي يعيش في مكان لطيف كهذا ومن الذي يعيش في الأراضي القاحلة؟ فبنشوف سرية العرافين وهم مصدومون جدا من هذه القوة، وبيصرخ في أحدهم بيقول: من تكون بالحكم من خلال قوتك؟ يجب أن تكون مقاتلا هائلا يا رجل. فبيرد عليه نام جوين وبيقول له: هذا صحيح، لقد عدت من أرض الموتى، أنا جنرال الأشباح القرمزية نام جوي. من الآن فصاعدا سأريكم من هو الوغد المجنون الحقيقي، جهزوا أنفسكم، سأمزقكم جميعا إلى أشلاء. وبيتذكر كلمات السيد يوب وهو بيقول له: جون وين، تحتاج إلى إحداث اضطراب أكبر، كلما كنت أكثر قسوة ووحشية كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا. وبنشوف جون وين وقد جن جنونه وبدأ بالصراخ الشديد جدا فيهم وبيقول: هذا صحيح كما يتمنى دانيو، سوف نطلي هذه الليلة باللون الأحمر، هلموا إلي أيها الأوغاد الملاعين. وبينتقل بين المشهد إلى جين مو وهم سرعين إلى قلب تلك الأحداث. وبتشوف تشون غين وهو ينظر إلى جين مو باستغراب شديد جدا وبيقول في نفسه: باعتباري أحد الأخمار الخفية للقمر الأسود، اعتقدت أنني اختبرت كل ما هو موجود في هذا العالم، لكن هذه المرة الأولى لي التي أختبر فيها حفرة جحيم كهذه، فقط ما الذي يحدث في العالم؟ وبنشوف جين مو وهو مستشاط غضبا وبيقول في نفسه: هل هذا حقيقي العالم الذي أردتم خلقه؟ السماوات التسع العظماء والركائز الأربع، هل هذا العالم الذي أردتموه؟ من أجل شيء كهذا قضيتم على والدي؟ وفجأة بياخد باله من وجود بعض الأشخاص وبيقف أمامهم. وبنشوف قائد هؤلاء الأشخاص وبيقول: ماذا؟ هل ما زال هنالك ناجين؟ وبنعرف أنهم العرافين. بيقول أحدهم: أنتم أوغاد كالجرذان، من تعتقدون أنفسكم حتى تظهروا بهذه العفوية؟ فبيرد عليه شخص آخر بيقول: حتى لو قتلناهم لا يوجد نهاية لهم، أعتقد أننا سنحتاج إلا أن نظهر لهم القوى الحقيقية للعرافين بشكل لائق. وبنشوف تشون غين ومصعوب حرفيا عند سماع هذا الاسم بيقول في نفسه: ماذا العرافين؟ وفجأة بيتواصل مع جيمو عن طريق التخاطر وبيقول له: يا فتى هذا أنا تشون غين، لا تنزعج واستمع بعناية إلي، لست متأكد إن كنت تعرف هذا بالفعل، ولكن هؤلاء الرجال هم العرافين من قسم الاستطلاع لطائفة القبضات المحطمة، إنها منظمة مظلمة متخصصة في جمع المعلومات لطائفة القبضات المحطمة، ولكن حتى أنا لست متأكد من سبب ذبح هؤلاء الرجال لكل هؤلاء المدنيين الأبرياء. وبنشوف جين مو وبدأت الدماء تغلي في عروقه وبيقول: ماذا كان كل هذا بسبب طائفة؟ وفي أقل من لحظة بنشوف مجموعة العرافين وهم يستخدمون تقنياتهم الخاصة وبيهجموا على جيمو بيقول: الجميع في مدينة اليشم عدو لنا فاقتلوهم جميعا. وبياخد باله جيمو من أيديهم وبيقول في نفسه: ماذا؟ هذا لا يمكن أن يكون، أليست هذه هي قبضة المئة يوم؟ بالعودة إلى الطائفة السماوية الشمالية، قبضة المئة يوم كانت تقنية قبضة مكثفة تتسبب في جعل يدك متقشرة كجلد السلحفاء وأقصى من الحجر، هذا أيضا يتسبب في أن يأخذ جلدك لونا شاحبا. نشأ هذا التعليم عندما بلغت الحرب ضد الليل الصامت ذروتها، الناس الذين تعلموا هذا التعليم كانوا شعبة متخصصة في القتل بقبضاتهم، ولكن طبيعة تعلم هذا التعليم كانت سريعة جدا بحيث لا يمكن اعتبارها طبيعية، وبسبب هذا كانت هنالك أثار جانبية سلبية. واحدة من أكبر مشاكل هذا التعليم كانت تخدير حواسه والتي تسببت في العديد من الحوادث التي وقعت، ليس ذلك فحسب بل أيضا خفضت من عمرهم بشكل كبير، هذا هو السبب في أن قبضة المئة يوم أعلن أنها من فنون الدفاع عن النفس المحرمة، وتم
ختمها بعيدا وبينظر جين مو الى هؤلاء الرجال باستياء شديد جدا ويقول عمي جو كما لو ان قتلك لهؤلاء المدنيين الابرياء لم يكن كافيا، انت تنظر الى حياة اتباعك المخلصين كمجرد ادوات كزال فقط، الى اي مدى تخطط لاخذ هاد؟ وفي اقل من لحظة بيستال جين مو سيفه الخاص وبيوجه لهم هجمة ساحقة بالكامل تصيبهم بشكل مباشر، حتى ان اتباعه تأثروا جراء قوة هذه الهجمة الجبارة حتى انها انتشرت في جميع ارجاء المدينة بالكامل. في اقل من لحظة بنجد انه قد عبر من خلالهم دون حتى ان يلاحظوا اي احد، وبينظر اليهم وجون هو مسعوق من الذي يراه بيقول ما هذا يا اخي الاكبر؟ وفجأة بنشوف هؤلاء الرجال وقد تحولوا الى قطع متناثرة من اللحم الصغير وقد سحقهم جين مو من على الوجود بالكامل. بنشوف تشون غي وهو ينظر اليه بدهشة حرفيا وبيقول في نفسه لاعتقاد ان هنالك سياف مثله موجود في هذا العالم، المشكلة ليست موهبته في السيافة بل حقيقة ان مزاجه بالكامل والهالة التي يصدرها مختلفة تماما عن المعتاد. يا لها من هالة مخيفة تشعرني كما لو انه يستطيع ان يقطع روحي بجدية من يقوم بحق الجحيم. وبنشوف موجون وهو قد صدم بما رآه بيقول الاخ الاكبر اصبح مخيفا للغاية، لا اعتقد انه قتل اي شخص من قبل، انا لا اعرف الكثير عن ماضيه لكنه بدا وكأنه اخ اكبر لطيف، ما الذي حدث بينه وبين ضائفة القبضات المحطمة حتى يكون على استعداد لقتلهم دون اي تردد بهذا الشكل؟ اعتقد انه ماهر بما فيه الكفاية لاخضاعهم فحسب. وبنشوف جين مو وبدأ بالتقدم اليهم مرة اخرى وفجأة بيهجم عليه احدهم بقوة شديدة جدا وبيصرخ وبيقول كيف تجرؤ على مهاجمة طائفة القبضات المحطمة ايها الواق؟ وبالفعل بنجد شخص اخر يهجم عليه في نفس الان، ولكن في اقل من لحظة بيسحقهم جين مو الى اشلاء متناثرة في الهواء دون حتى اظهار اي ذرة من الشفقة. بنشوف تشون غين وهو بيقول مما يمكنني قوله هذه هي المرة الاولى التي ترى فيها هذا الجانب منه يا فتى، دعنا نترك بعض المسافة بيننا وبينه ونتبع مزاجه مختلف تماما عن السابق، انه خطير قطعا. بيقول في نفسه امل انه لم يستهلك من قبل النصر المسحور خاصة. وفجأة بينظر الى حيواناته الاليفة وبيتخاضر معهم ان يراقبوا جيمو عن بعد مع اخذ جميع احتياطاتهم والحذر منه. وبينتقل بين المشهد الى اللورد ايمو يركض بسرعة شديدة جدا، بيقول في نفسه ما كان هذا الكيل غريب للتو، ما الذي يجري في هذه المدينة بحق الجحيم؟ وفجأة بيلاحظ احد العرافين وهو يمسك بسيدة ويحاول قتلها، وفجأة بيصرخ فيها السيد ايمو بيقول له اوقفوا افعالكم ايها العرافين، ماذا تعتقدون بحق الجحيم انكم فاعلين الان؟ فجأة بينظر اليه هذا الشخص بيقول له ماذا الكبير ام انت هنا بالفعل؟ وبنشوف اللورد ايمو واقف امامه باستياء شديد وبيقول له ماك جوينغ ما الذي تفعله بحق الجحيم؟ فبينظر اليه هذا الشخص بيقول له ماذا ما الذي انت محتار هكذا بشأني؟ هذه المرأة هي واحدة من هؤلاء الاوغاد، انهم تهديد لطائفة القبضات المحطمة. وفجأة بيتعصب عليه جدا اللورد ايمو بيقول لو كان هذا هو الحال كان بامكان قتلها، لماذا تعذبها بهذه الطريقة البشعة؟ وبالفعل في اقل من لحظة بنشوف ماك وقد سحق رأسها بالكامل وبينظر الي باغتياظ وبيقول له حسنا اللعنة هل انت سعيد الان يا سيدي؟ وبينظر اليه نظرات شك وبيقول هل تعرف ما هي مشكلتك كبير ام؟ لا يمكنك معرفة متى سيؤدي مسارك الى طريق مسدود لانك لا تهتم حتى بالنظر الى محيطك، انت منغمس جدا في عقيدتك الخاصة، اذا كنت حقا صالح لهذه الدرجة لماذا شاركت في الخيانة في ذلك الوقت؟ الجميع كان يعلم ان جين كوان هو لم يكن يتواضأ مع الليل الصامت، فلماذا لم تتقدم وتحمي شرفه في ذلك الوقت؟ وبالفعل بنشوف السيد ام وهو مصدوم جدا من هذه الكلمات، وفجأة بنشوف هذا الشخص وبدأ بالضحك الشديد وبيقول هل قلت شيء ما كان يتوجب علي قوله؟ ولكن امل ان تكون على علم بهذا ايها الكبير ام، سيدنا يعتبرك شوكة مزعجة في خاصره، هل تعرف لماذا عينك في مهمة حارس شخصي وارسلك الى هذا المكان؟ فبيصدم جدا السيد ام وبيقول ما الذي تقوله؟ انتظر هذا لا يمكن ان يكون. وبالفعل في اقل من لحظة بنشوف السيد ام وقد حوصر بالكامل من طائفة العرافين بيقول له هذا الشخص اجل وفقا لرغبات سيدنا سامحنا ايها الكبير ام، رجاء احظى بنهاية هادئة. وبنشوف اللورد ام ومسعوق جدا في هذا الموقف الصعب وبيقول في نفسه جو تشيون وو في النهاية اخترت ان تقتلني ايضا، لقد اصبحت كلب صيد مسعور بالفعل. وفجأة بيصرخ هذا الشخص وبيقول فلتقتلوه، وبالفعل ينقض عليه جميعهم في نفس الوقت. وبينتقل بين المشهد الى البرج المجاور
لهذه الواقعة، وبنشوف أحد الأشخاص وبيقول هل أنت متأكد من أنه كان هذا المكان؟ نعرف أن المتحدث هو السيد غوار، وبيرد عليه شخص آخر بيقول له نعم أنا متأكد أنه المكان الذي كان من المفترض أن يبنى فيه الجناح الأبيض قبل إيقافه، إنه جبل صخري تم التخلي عنه لسنوات عديدة، وهذا هو المكان الذي هرب إليه هذا اللقيط. فبيرد عليه السيد غوار وبيقول له يقولون أنها دائما أحلق تحت المصباح لاعتقاد أنه لجأ إلى مكان واضح كهذا. وبنعرف أن الذي يحدثه هو نائب قائد مجموعة العرافين، وفجأة بيقول لحسن الحظ لم يصل فنانون دفاع عن النفس من التحالف السماوي المركزي إلى هذا المكان، إذا كانوا قد أتوا في أي وقت أبكر فلم يكونوا ليترددوا في السيطرة الكاملة على هذا المكان، وخطتنا في مدينة الياشم كانت ستعرض للخطر. فبيرد على السيد هورغ ويقول له تماما، لهذا السبب يجب أن نهتم بهذا الحادثة بأسرع ما يمكن قبل أن يصل التحالف السماوي المركزي إلى هذا المكان، حتى أدنى خطأ بإمكانه أن يصبح ضارا لسيدنا. بنشوف هورغ وهو بيقول في نفسه الآن وقد اكتشفنا من كان سبب ظهور المجانين بمجرد إخضاع هؤلاء الأوباش على نحو لائق، أساس ضائفة القبضات المحطمة سيتم ترسيخه، ماذا لو أنقذت تجار المفقودين كذلك؟ إذا لا أحد سيكون قادرا على تحدي ضائفة القبضات المحطمة بعد الآن. وبيبدأ بالضحك وبيقول في نفسه أجل أنا في الواقع شاكر لأنكم أيها الأوغاد دخلتم أراضينا وتسببتم في هذه الفوضى، ستتحول الأزمة دوما إلى فرصة، عليك فقط أن تكون صبورا. وفجأة بيقول حسنا دعنا نبدأ الآن يا فتى. وبينتقل بنا المشهد إلى جين مون، وبنشوفه وهو مسرع في الأرجاء يتفقد أنحاء المدينة، وفجأة بياخد باله من وجود أحد ما ملقى بجانب صخرة، وبيظهر على وجه جين مون الصدمة الشديدة مما يراه، وبنجد أنه ينظر إلى الجنرال إم وقد قطعت ذراعاه وهو على وشك الموت، وبيقول ماذا جنرال إم؟ فبيلتفت إليه جنرال إم وهو في وضع مزري جدا ولا يحسد عليه، وبدأت الدماء تسيل من كامل أرجاء جسدي، وفجأة بيقول ماذا أنت هو إذن؟ وبينظر إلى جين وبيجد في خياله قائد الطائفة الشمالية وكأنه متمثل أمامه مرة أخرى عائدا من الموت، وفجأة بيقول هل أنت ربما جين مون؟ فبينظر إلى جين مون باستياء شديد جدا، وفجأة بيقول أجل هذا صحيح، عندما كنت صغيرا كنت الشخص الذي علمني أساسيات فنون الدفاع عن النفس. وبينشوف الجنرال إم ومصدوم جدا من سماع هذه الكلمات، وفجأة بينظر إليه مرة أخرى وبيقول له لقد كنت محقا، أنت كنت هو في النهاية. وبيبدأ بالبكاء شديد ويقول شكرا للإله لقد كنت حيا، حقا لقد ارتحت كثيرا الآن، لا أعرف إذا كان أي من هذا يحمل أي معنى الآن، ولكن عندما سمعت أنك قتلت لم أكن قادرا على تحمل كم الذنب الذي أنفخت كل لحظة من حياتي في عيشه، طفل صغير لم يفعل شيئا خاطئا، كم كان من الصعب علي أن يتحمل كل شيء بنفسه. وفجأة بنشوف السيد إمه وقد أجهش في البكاء الشديد ويقول أنا في غاية الأسف على عدم المجيء لإنقاذك في وقت مبكر، لم يكن لدي شجاعة، كنت جبانا يا فتى، أنا ممتن جدا أنك على قيد الحياة وبصحة جيدة، أنا في غاية الأسف، أنا نادم على كل شيء حقا، أنا آسم في نظر السماوات، أنا إم زوغوان لأشياء التي فعلتها، يجب أن أقدم أخلص اعتذاراتي لوالدي زعيم الطائفة جين، أرجوك يجب أن توقف هذا الدمار العنيف الذي يخطط له جو جون وون، أرجوك يجب أن تنهي هذه الليلة الدامية، في الحقيقة يجب أن أكون الشخص الذي علي أن يوقف كل هذا. وفجأة بيبدأ الكبير إم بالترنح وتبدأ جراحه بإخراج الكثير من دماء جسده، وفجأة يفقد حياته. وبيقترب منه جين مو بيقول له أخي الأكبر إم، وبيبدأ بتفقده، وبالفعل يجد أنه قد فارقت روحه جسده. وبنشوف جين مو وهو مستشاط غضبا من الذي حدث، وبدأت تنبعث منه هالة شريرة جدا ومظلم، وبيقول بصوت خافض فقط انتظروني أيها الأوغاد. وبينتقل بنا المشهد وبنشوف أحد أتباع مجموعة القمر اللازورتي وهو في وضع مزري جدا ويقوم بالفرار في الأرجاء، وبنشوف مجموعة من العرافين وهم يلاحقوه بسرعة شديدة جدا، وبنشوف هذا الشخص وبيقول في نفسه اللعنة لقد كنا مؤمنين للغاية، العرافين خلفنا للتفكير بأن الأشباح القرمزية قضي عليهم بالكامل. فجأة بيصل إلى أحد الجبال وبيدخل من بوابة في هذا الجبل، وبيقول في نفسه الجنرال نام جون وي يقاتلهم جميعا بمفرده، ولكن مع مرور الوقت سيكون في وضع غير مؤاد، لا بد لي من الإسراع وإبلاغ مولاي الآن. وبالفعل في لحظات يصل إلى قاعة ضخمة جدا بداخل الجبل، وبينظر
إلى أحد الأشخاص بصعوبة يقول: يا مولاي، لقد قبض علينا على الرغم من أننا بذلنا قصارى جهدنا حتى نكون حذرين قدر الإمكان. يبدو أنهم عرفوا موقعنا. العرافين من ضائفة القبضات المحطمة خلفنا. ما الذي ينبغي علينا فعله؟ وبنشوف أن هذا الشخص هو السيد يو. فجأة بينظر إلى السيد يو وبيقول: أنا بالفعل على علم بالوضع الراهن. أنا أعتذر بسبب طموحاتي. لقد عرضتكم جميعا للخطر يا رجال. فجأة بنشوف هذا الشخص وقد أكلته الحماسة حرفين وبدأ بالصرخ وبيقول: أرجوك لا تقل أشياء كهذه. لقد كانت حيواتنا مهددة بالفعل قبل كل هذا. لقد كان أنت من أنقذنا وسلط الأمل على حيواتنا البائسة يا مولاي. يجب علينا دوما أن نلهم بأمر مولاي. أمنيتك هي أوامرنا. أنت الوحيد القادر على إيقاظ الليل الصامت من سباته. إذا كانت حيواتنا بإمكانها تسريع تلك العملية ولو قليلا فسنكون راضين بمجرد ذلك. ومع ذلك الجنرال نام جوي يتصدى لهم حاليا وحده. حتى بالنسبة لقوته هذا أكثر من اللازم. لن يكون قادرا على أن يستمر طويلا. سوف يحتشدون في هذا المكان قريبا. يجب أن تسرع وتهرب يا مولاي. وفجأة بنشوف السيد يوب وهو مستاء جدا وفجأة بيقول: أنا متأكد من أنك تعرف هذا، ولكن الليل الصامت هو عملاق فقد قوته. لقد فقدوا الدافع الذي يحرك إرادته. لهذا لم يعد بوسعي الفرار من هذا المكان. مصيري هو التأكد من نجاح هذه المهمة حتى لو كان ذلك على حساب حياتي. لا يوجد سبب للفرار بعد الآن. يجب أن نعد أنفسنا جيدا للمعركة القادمة. والهنا عزيزي المشاهد بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم. وما تنسوش تنتظروا الحلقة القادمة إن شاء الله وأن تشاهدوا الحلقات السابقة لنا. وما تنساش ذكر الله عز وجل وتصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وتشاركنا برأيك في التعليقات وعمل لايك للفيديو. ولا تنسوا أننا نقوم بأقصى ما في وسعنا لنقدم لك المحتوى بأفضل طريقة ممكنة وأن تسامحنا من أي خطأ أو تقصير قد بدر منا. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.